السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تحية طيبة لكل متابعي الكرام وكل من التحق بنا مؤخرا اذا اخواني اخواتي في هذا الفيديو غادي نشوفوا كيفاش انطونيو غوتيريس كيعلن نهاية البوليزاريو يعني اليوم بهذه التصريحات ديال انتونيو غوتيريس هاد التصريحات غادي تخلي العزاء عند النظام العسكري الجزائري اليوم كاين العزاء في قصر المرادية كذلك اخواني اخواتي غادي نشوفوا كيفاش الجزائر كتودد للمغرب ولكن في الخفاء بقوا معي الاخوان موضوع مهم جدا رجائي منكم كالعادة انكم تدعموا هذه القناة باللايك بالبارتاج كذلك بالاشتراك وهذا فضلا منكم وليس امرا ما تنسوش الاخوان كتابة التعليق فلو غير وريضة ولو غير قليب او الله الوطن آه الملك او استمري فهاد الكلمات قادرين انهم يدعموا لنا المحتوى وكذلك يوقفوا او يحاربوا التبليغات الكاذبه ديال الالكتروني فعلى بركه الله نبدا وصل الموضوع. فتصريحات مدويه تصريحات قاتله من قلب فرنسا واعلان انطونيو غوتيريز عن نهاية البوليزاريو الإرهابية الأمين العام للأمم المتحدة واللي فجرها أمام العالم وقال لهم بلي البوليزاريو مجرد واحد الكيان وهمي لا وجود له يعني لا وجود للبوليزاريو أغوتريتش خرج الجماعة الإرهابية ديال البوليزاريو من الوجود وبالفعل لا وجود لهم من الأساس هذا الكلام جاء على لسان أنطونيو غوتوريس ضمن لقاء واللي كان في جامعة باريس تحت عنوان 60 دقيقة مع أنطونيو غوتاريس فواحد الطالبة الجامعية اللي اسمها إيناس كتدرس في هذه الجامعة سولات أنطونيو غوتاريس عن طبيعة الوضع في الصحراء المغربية وطبيعة النزاع المفتعل هناك يعني جماعة مرتزقة بلا هوية ولا وطن فكان الأمين العام للأمم المتحدة أمينا في نقل الحقيقة يعني نقل الحقيقة ما يجري عاد بنا إلى إتفاقية مدريد لكي يقول أن إسبانيا خرجت من الصحراء المغربية وسلمت الصحراء المغربية لأصحابها الأصليين قال ثم جاءت جماعة بلا هوية تسمى البوليزاريو الارهابيه واللي كتطالب بتاسيس جمهوريه في ارض لا تعنيها لان المغرب بالفعل كان قد احكم السيطره على اراضيه واقام جدارا عازلا ثم سمح للمينورسو التحرك شرق الجدار على ارض مغربيه لكن الجماعة البوليزاريو الإرهابية ظلت تستغل هذا المجال لخلق مناوشات بل تمادت في افتعال أزمة ديال وكان مصيرها الطرد النهائي وتنظيف المعبر ديال ما يعني انها بالفعل جماعه متطرفه لا وجود لها ومع ذلك اشار غوتيريس الى مساعي سليمه يقودها المبعوث الخاص دي ميستورا للتوصل الى اتفاق نهائي لكن الوضع بطبعه البلوكاج حسب تصريحاته امام الطلاب ديال جامعه باريس واش هو بلوكاج ام هي نهاية معلنة للبوليزاريو بطريقة دبلوماسية فخلاصة القول الاخوان او الخلاصة ديال هاد الحادث او ديال هاد تصريح ديال أنطونيو غوتيريس فالاول حاجة كيقول بلي الجبهة ديال البوليزاريو الانفصالية الارهابية لا وجود لها على الاطلاق في تاريخ نزاع الصحراء المغربية وان النقاش الذي اثير حولها كان بين المغرب وموريتانيا ثانيا يضيف ويقول يعني تاريخ النزاع يشهد بأن إسبانيا إنسحبت وتركت الصحراء المغربية للمغرب وموريتانيا في حين أن موريتانيا اللي بدورها إنسحبت من المنطقة مقابل تشبث المغرب بصحرائه المغربية التي تعد جزءا لا يتجزأ من وحدته الترابية. ثالثا يضيف وطيريز أن نزاع الصحراء المغربية غير متوقف في الأمم المتحدة بل بسبب من يعرقله دائما وهي الجزائر والصانعه ديالها او اللقيطه ديالها البوليزاريو فصراحة إخواني أخواتي متشوقة أنني نشوف الكمالة ديالهم الكمالة ديال هذا النظام العسكري الجزائري من اللي سمعوا هذا التصريحات ديال أنطونيو غوتيريس من اللي سمعوا قال لهم باللي لا وجود للبوليزاريو بل هم غير واحد الجماعة متمردة وجماعة انفصالية متطرفة خارج الشرعية الدولية فصراحة هذه الضربة ما الضربة للقوة الضاربة للقوة الهاربة فإخواني أخواتي غوتريس صورهم كجماعة متطرفة خارج الشرعية الدولية لأنها أقحمت أنفها في أرض أعادها المستعمر الإسباني للمغرب وفق اتفاقيات ما بين الطرفين يعني اتفاقيات مدريد فاليوم إخواني أخواتي كنشوفوا الجزائر تتودد لإرجاع العلاقات مع المغرب ولكن تتودد في سرية تامة فرغم قطع العلاقات مع المغرب وإلى كتذكروا الإخوان يعني حتى الشباب ديالنا الأقل من 17 سنة لا بالنسبة للشان ولا بالنسبة للكان منعهم يدخلوا بطريقة مباشرة للجزائر يعني خاصهم إلا بغاو يمشوا للجزائر خاصهم يدوزوا تونس وقال لك او برروا هذا الشيء بلي هذا الشيء متعلق بالسياده وكذلك الاخوان الا تذكروا حتى الحرائق اللي وقعوا في تيزي وزو يعني اللي وقعوا في القبائل صاحب الجلاله محمد السادس حافظه الله مد لهم يد المساعده ورسل لهم طائرات الكنادير باش يطفيو الحرائق ورفضوا وفضلوا انهم يحرقوا خوتنا ديال القبائل ولا ينقدو وبداو كيطلبوا كي من اسبانيا وفرنسا وعطاوهم مهله 15 يوم باش تمشي عندهم طائره الاطفاء ديال الحرائق حتى يكون مات اللي مات وتجرح اللي تجرح وتحرقوا الديور اللي تحرقوا يعني القبائل مساكن هما الضحيه هنا اخواني اخواتي اليوم كان واحد الخطوه غير معلنه دام هي خطوة غير معلنة يعني فيها إن اليوم جزائر كتشارك في أشغال دورة 53 لمجلس الوزراء العرب في المغرب جاء وفد رسمي جزائري رفيع المستوى برئاسة مدير ديوان وزارة الإتصال توفيق دريع كان خاص يجي وزير الإتصال بوسليمان واللي كان بعد فضيحة ديال طرد السفير الإماراتي بسبب قال لك اكتشفوا يعني المخابرات الجزائرية اكتشفت ربعة ديال الجواسيس كيتجسسوا لصالح الجزائر يعني أو لصالح الموساد الجزائري كيتجسسوا على الجزائر وهادو إماراتيين وعندهم علاقة بالسفير الإماراتي من بعد يعني خرجوا واحد البيان قال لك غادي يطردوه وعطاو مهلة ديال 48 ساعة خصو يخرج من الجزائر من بعد يعني نصف ساعة هذا الخبر اختفى اه يعني خ خرج عبد المجيد وكيعتذر خرج العمامرة ببيان وكيعتذر وهذا الشيء كامل خوفا من الامارات فباش يكون الاعتذار ديالهم مقبول خاصهم واحد كبش فداء واللي هو هاد بوسليمان اللي دائما الاخوان دائما كان كيخرجو كيتهجم على المغرب دائما كيخرج كيسب المغرب وكيسب المغاربه وكان اصل رافض انه يجي مع هاد الوفد الى المغرب فاليوم ترضه هو كبش فداء هنا اخواني اخواتي اليوم هذا الوفد الجزائري الرفيع المستوى حضر في اشغال الدوره 53 لمجلس الوزراء العرب هذا الخبر تكتموا عليه حتى وسيله من وسائل الاعلام الجزائريه ما تكلمت عليه هنا الاخوان كنعرفوا باللي الاعلام ديالهم فهو كيطبق شنو كيقولوا ليه الكابرانات على مهم المهم اخواني اخواتي حتى واحد ما تكلم عليه حتى واحد ما جبد هذا الموضوع كان شيئا لم يقع يعني كان حتى شي وفد حكومي رفيع المستوى من الجزائر فهما اخواني اخواتي كيتوددوا بشكل سري فينا هي هذيك النفخه ديالهم في فينا هي هذيك العنطزيه وداك التطبال ديالهم اليوم كيتوددوا للمغرب سرية تامة، علاش؟ لأن الكابرنات تحسوا بواحد العزلة دولية، خصوصا بعد ما هددتهم الإمارات، وشكون اللي تكلم عليهم؟ أو شكون اللي تكلم معاهم؟ فرئيس الإمارات ما بغاش يتكلم مع عبد المجيد، وزير الخارجية كذلك رفض، رفضا تاما أنه يتكلم مع عبد المجيد، شكون اللي صفتوا ليه ماشي يتكلم معاه، يحضرو، هو نائب وزير الخارجية الإماراتي، وبخو مزيان، أو مزيان، وخليه بلي الجزائريه مع الامارات في خطر فاخواني اخواتي علاش هادو حضروا لمجلس الوزراء في ديال العرب يعني في المغرب هادو الاخوان خافوا من العزله علاش لان دول المجلس الخليجي كاملين كيدعموا الامارات وكاملين يعني كاينين في هذا الاجتماع وبالتالي اقوى كتله في الدول العربيه غادي تعزل الجزائر وهما حلفاء واصدقاء للمغرب وبالتالي كما دائما كيحسبوها غادي يقولوا راها مؤامره ضد الجزائر خاص الجزائر تحضر لهذه الدوره العاديه 53 لمجلس الوزراء العرب باش تفشل المخطط ديال المؤامره بين المغرب والدول العربيه فاخواني اخواتي هذا الشيء جهد الوفد في سريه تامه والاعلام ديالهم حتى واحد ما تكلم على هذه الزياره جاو يتوددون الى المغرب لانهم حسوا بواحد العزله خطيره جدا مهم اخواني اخواتي هذا هو الموضوع ديالنا تحيه لكم كبيره شكرا لحسن المتابعه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته